هلو ذير. النهارده هنتكلم عن بعض اسرار القراءه والكتابه والنطق في اللغه الانجليزيه. انا اسمي احمد حسن وانتوا بتتفرجوا على قناه Learn Different. في البدايه كده في حاجه مهمه جدا لازم كلنا نفهم، هو ايه مفتاح اللغه الانجليزيه؟ ايه الحاجه اللي لو اتعلمتها واتقنتها هقدر اقرا واكتب وانطق بشكل افضل؟ مفتاح اللغه الانجليزيه هو اصوات الحروف. لو اتعلمت اصوات الحروف وتعلمت النطق الصحيح لكل حرف، ده هيساعدني ان انا اقرا كويس وانطق كويس وكمان اكتب كويس. اللغه الانجليزيه زي اي لغه تانية بتتكون من حروف جنب بعضها، وكل حرف من دول ليه صوت مميز خاص بيه وبيختلف عن صوت اي حرف تاني. ولما تجمع اصوات الحروف دي وتمزجها مع بعض، ساعتها بتقدر تقرا الكلمه بكل سهوله. وكمان لو سمعت اي كلمه حد بيقولها وقدرت تفصص كل صوت في الكلمه دي، ساعتها هتقدر تعرف الحرف اللي بيعبر عن الصوت ده وبعدين تكتبه. طب ادينا مثال بقى يا عم يوضح الكلام اللي انت تقوله ده. كلمه زي الكلمه دي مثلا، مان مان. الكلمه دي انا ما شفتهاش، انا بس سمعتها. طب تعالوا كده نفصص كل صوت سمعناه في الكلمه دي. اول حاجه اتقالت او اول صوت اتقال هو وانا عارف ان الصوت ده هو صوت حرف الام، فاول حرف هو يبقى ام، وبعدين ده صوت حرف الاي، فلما اكتب ما ما يبقى ام وبعدين اي. طيب الصوت الاخير اللي انا سمعته هو والصوت ده هو صوت حرف الام، يبقى الكلمه دي ام اي ام بالشكل. طب اللي احنا عملناه ده كفايه؟ في حاله الكتابه هقول لك انه كفايه جدا، انما بقى في حاله القراءه هو مش كفايه خالص. انا لازم ادمج الاصوات دي مع بعض علشان اقدر اقرا الكلمه وانطقها بالنطق الصحيح بتاعها. فلو جبت نفس الكلمه قدامي وحبيت ان انا اقراها بالشكل ده، هيبقى اول حرف هو الام وده صوته ام، وتاني حرف اللي هو الاي وصوته ا، لازم ادمجهم مع بعض فيبقى ما ما ما، وادمج معاهم الصوت الاخير اللي هو ن يبقى مان مان بالشكل ده. طب تعالى بقى انت جرب اكتب الكلمه دي، فان فان فان. عرفت تكتبها؟ طب جرب الكلمه دي، تان تان تان. لو عرفت تكتب الكلمات دي يبقى انت كده استفدت من اول حلقه في الاساسيات. استنى بقى الحلقات اللي جايه عشان تتعلم اكتر واكتر عن اساسيات القراءه والكتابه والنطق في اللغه الانجليزيه. اشوفك في الحلقات الجايه. عمرك سالت نفسك انت عايز تبقى ايه؟ عمرك سالت نفسك انت محتاج تبقى ايه؟ انا هقول لك انت محتاج ايه. انت محتاج تثقف نفسك، تتعلم حاجات جديده، تكتسب خبرات حتى لو كانت بسيطه. ما هو الحاجات البسيطه لما بتتكون فوق بعضها بتعمل كم كبير، وكل مشوار مهما كان طويل مش محتاج منك انك تبص عليه من بعيد، إنما محتاج منك إنك تبدأ أول خطوة فيه. وده هدفي بقى، إن مش بس أعلمك مواد أو لغة، إنما كمان إني أعلمك إزاي تعيش حياتك، إزاي تعيشها صح. حلقة النهارده بعنوان الناس اللي شبهك. حاول طول ما أنت متضايق أو غضبان ما تاخدش قرار أو ما تاخدش موقف تندم عليه بعد كده. Something you can put other things الخير اللي بتعمله مهما كان صغير فهو ليه تمن، ومع استعدادك للعطاء لازم يكون عندك استعداد انك تدفع. الكلمة معانا وهي الكلمة دي، والكلمة دي اسمها ناك. ناك ما اسمهاش نوك ولا كنوك ولا الكلام ده، اسمها ناك. ناك دي لما بتضرب حد بالمسدس او بالرشاش بتاعك وبعدين فجأة يقع على الارض ويقعد يتلوى يمين وشمال كده ويقول الحقوني الحقوني الحقوني، فده الشخص ده كده انت عملت له ناك او اصابته، فالاصابة بتاعته دي اسمها ناك. فانت كده طبيعي تعامل كمدرس بتخليني اشوف مواقف كتير كل يوم من اطفال اولاد كبار او حتى مدرسين زملاء، كل واحد منهم عنده حكايه وعنده تجربه بيعيشها. سواء كانت التجربه دي جيده او سيئه، لو جات لك الفرصه انك تعيش التجربه دي او حتى تسمع عنها، فانت لازم لازم تتعلم منها حاجه تفيدك في تجربتك انت الخاصه. حد بتقول له what person are you most like، دي معناها
مين اكتر حد انت شبهه؟ ممكن يكون صاحبه، ممكن يكون حد من العيلة، ممكن يكون اي حد. احرص دايما انك تكون قدوة حسنة علشان تفخر بنفسك وهم كمان يفخر. الخط الفاصل بين النجاح والفشل بسيط جدا. انت ممكن تعمل حاجة وتبقى متخيل انها تافهة وملهاش قيمة ولا اهمية لا ليك ولا لاي حد، والحاجة دي تأثر في شخص معين وتكون مصدر الالهام ليه. مش بس كده، ده ممكن تكون الحاجة دي هي مصدر قوتك في المستقبل. ما تبخلش علينا ولا على نفسك بانك تطلع اللي جواك حتى لو كان بسيط، عشان البسيط ده بالنسبة لك ممكن يكون لناس تانية كبير ومفيد. Learn different with أحمد حسن. معانا هتتعلم حاجات كتير علشان اللي جاي أكبر بكتير.